قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ الدكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. مسألة الإسراف في أكل اللحوم الحمراء تحديداً وما له من أثار سلبية على صحة القلب والجسم، ما رأي العلم في هذا الخصوص دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هناك أبحاث ودراسات كثيرة أجريت مؤخراً حول اللحوم الحمراء بالذات. طبعاً هم أجروا هذه الدراسات ليس على اللحوم التي ذبحت وفق الشريعة الإسلامية، هم يخنقون هذا الكائن البقر أو غير ذلك ولا يميزون بين الخنزير، ونحن نعلم أن الخنزير لحم الخنزير له أضرار كثيرة. فهم أجروا هذه الدراسة على اللحوم الحمراء بشكل عام ووجدوا أنها الإكثار منها يسبب السرطان، ولكن هذه اللحوم لم تذبح على الطريقة الإسلامية، ربما تصعق بالكهرباء أو ربما تخنق، يعني أساليب تتبع أساليب مخالفة للشرع، مخالفة لأنها تبقي دم هذا الكائن، تبقي دمه محبوسا في داخله في هذا اللحم، وبالتالي الدم هو مستودع للبكتيريا والجراثيم، بينما الطريقة الإسلامية تحرص على أن يصفى هذا الدم وإخراج أكبر كمية من، حتى إن النبي أمر بأن تحسن الذبحة، أمر بالإحسان في كل شيء، وقال يعني فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كان رحيما حتى بهذه الذبيحة صلى الله عليه وسلم. المهم الإسراف في كل شيء لا يجوز. يقول العلماء حديثا في دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن البدانة تكلف، هذا داء البدانة تكلف الدولة مليارات الدولارات، لأن البدانة بسبب إسراف الطعام وتناول كميات كبيرة من الطعام، الطعام لا يستطيع هضمها فيخزنها على شكل شحوم، يؤدي ذلك إلى الوزن الزائد ويؤدي إلى أمراض القلب، لأن هذا القلب مصمم ليحمل مثلا 70 كيلو، فأنت عندما تحمله 120 كيلو هناك 50 كيلو وزن زائد على القلب، يؤدي إلى احتشاءات في العضلة القلبية، انسداد الشرايين، نعم، ويؤدي إلى أمراض كثيرة مثل ضغط الدم والكوليسترول وزيادة في الشحوم الثلاثية إلى آخره. وبالتالي النصيحة التي يقدمها العلماء اليوم، عليك ألا تسرف في الطعام والشراب إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة ومستقرة. نعم دكتور، كيف تحدث القرآن الكريم عن ضرورة الاعتدال في تناول اللحوم؟ طبعا أولا النبي عليه الصلاة والسلام قدم لنا أمثلة من خلال سلوكه، كانت تمر أشهر، شهر وشهرين، ولا توقد نار في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني النار؟ رمز إلى اللحوم، فكان النبي قليل تناول اللحوم، كان قليلا ما يتناول اللحم صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه متاح في زمنه، نعم، وكان يستطيع أن يأكل كل يوم لحم، نعم، ولكنه كان حريصا على أن يتناول القليل من اللحم. الشيء الثاني أن الله تبارك وتعالى ماذا أمرنا؟ قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا، ولكن ما هو الشرط؟ ولا تسرفوا، نعم. النتيجة إنه لا يحب المسرفين. فانظر كيف أن الله تبارك وتعالى بهذه الآية أعطاك علاجا. أمريكا عجزت عن إيجاد علاج للبدانة لأنهم ملحدون، ومعظم يعني الدراسات التي يقومون بها ليس فيها شيء إلى الآخرة بل كلها دنيوية، بينما عندما تأتيك آية الله يقول لك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين،
تضع في دماغك وأنت تأكل أنك إذا أسرفت فإنك تخرج خارج محبة الله. سبحان الله. وكيف يمكن لمؤمن يحب الله أن يسلك سلوكا لا يحبه الله فيه؟ لذلك هذه الآية هي مثل ميزان تجعلك متوازنا في طعامك وشرابك، بحيث أنك لا تسرف وتترك مجالا في معدتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا دكتور عبد الله الكحيل، ونفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم. بارك الله بكم وجزاكم كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الخير والنفع في هذه اللقاءات الإيمانية المباركة. اللهم أمين يا رب. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات، يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان، جود من الرحمن فتح الهدى جنات.